حدوتتنا النهاردة عن كتكوت صغير اسمه توتي. كتكوت ده كان نشيط جدا، بياكل أكله بانتظام وبياكل الأكل المفيد، بس كان شقي قوي بقى، يقعد في الحظيرة يتنطط ويلعب ويجري وما بيسكتش دقيقة واحدة، ومامته الفرخة دايما تنبهه ان يبقى هادي كده، يحسن يتعور ولا يجرى له حاجة، لأن في الحظيرة في طيور تانية أكبر منه، يعني ممكن وهو بيتنطط وبيجري كده تدوس عليه بطة ولا وزة ولا وهو كتكوت صغنون خالص. المهم وهو بيلعب مرة وبيجري كده وبيتنطط، وكان عنده كورة صغيرة قد البلية كده، يزقها ويقعد يجري وراها، يجري يجري يلعب. فجأة لقى نفسه خرج بره الحظيرة وبيبص كده، لقى مكان مهجور وفي شجر ناشف خالص والأوراق الشجر وقع على الأرض، وهس هس ما فيهوش حياة خالص. فبص كده قال إيه، أنا عايز أدخل المكان ده أستكشفه. هو دايما عنده حب استطلاع، توتي عايز يعرف كل حاجة ويجرب كل حاجة. بس كان الوقت اتأخر والدنيا قربت تليل، فقال إيه، لا أنا هروح بقى إيه وبكرة أبقى أجي أشوف المكان ده. أول ما روح البيت بتاعهم في الحظيرة قابل مامته، قال لها اسكت يا ماما، أنا النهاردة حتى ألعب لحد ما بعدت كده وشفت مكان شكله في شجر كده، بس الشجر مش كله حي، يعني شجر يابس والورق الشجر على الأرض وما فيهوش حد خالص. قالت له لا يا توتي اوعى تروح هناك تاني. قال لها ليه؟ قالت له دي الغابة المهجورة. لها الغابة المهجورة؟ قالت له آه، وفي هناك بقى الثعلب المكار ممكن يأذيك، اسمع الكلام يا توتي وما تروحش هناك. قال لها حاضر يا ماما. دخل توتي في العشة بتاعته وبعد ما اتعشى نام، صحي الصبح بدري زيه زي كل الشطار كده، غسل وشه وفطر وتمام التمام وخرج يلعب كالعادة. افتكر بقى موضوع الغابة دي، ففضل ماشي ماشي لحد ما وصل وقف قصاد على مدخل الغابة كده، وقال أنا عايز أدخل الغابة دي بس ماما قالت لي ما تدخلش. هو هيجرى إيه مين التعلب؟ هو مش عارف يعني إيه تعلب مكار، عمره ما شاف حاجة اسمها تعلب مكار ولا يدرك حجمه إيه، هو تخيل حاجة يعني قده كده وبتاع. قال له هيحصل إيه، أنا إيه هدخل بسرعة مرة كده وارجع وبعدين بقول لماما انا عملت ده ومش هيحصل حاجة. دخل توتي الغابة وابتدى يتمشى، وورق الشجر بقى عمال يطير كده وكده، الورق اللي ناشف في الأرض، ويجري وراه ويلعب. وفجأة لقى وردة مسكها وقعد يشمها وبيتفرج عليها، ومين اللي مراقبه من بعيد؟ برافو عليكوا، الثعلب المكار. تعلم المكار بس كده الكتكوت من بعيد، قال بس أنا هتغدى النهاردة كتاكيت. طبعا مش هيسيب توتي. في نفس الوقت ولأن توتي كان اتأخر كانت مامته قلقانة عليه خالص، خرجت تدور عليه في الحظيرة اللي عايشين فيها مش لاقياه. توتي راح فين؟ توتي راح فين؟ افتكرت موضوع إنه حكى لها على الغابة المهجورة، قالت يحسن يكون راح هناك، ابتدت عايزة تروح له. كان هناك في الغابة بقى ايه حصل ايه؟ في نفس الوقت برضو الثعلب راح هاجم على توتي الكتكوت وراح ماسكه كده بين ايديه الاتنين وعمال يلعب بيه بيجهز نفسه للأكلة بقى اللي هياكلها. مامة توتي الفرخة قالت بس توتي اكيد راح الغابة المهجورة، جريت على مين؟ على الديك. قالت له الحقني انا مش لاقيه توتي، انت ما شفتوش؟ قال لها لا ما شفتوش بس هاجي معاكي ندور عليه. وهم ماشيين قابلوا القطه الصغنونه بوسي، ما شفتيش توتي؟ قالت لها لا بس انا هاجي معاكم برضه ادور عليه. مامت توتي قالت انا والقطه والديك ده احنا ممكن الثعلب مكار ياكلنا احنا كمان. فكرت في مين بقى؟ في البوبي. اللي ما تعرفوهوش يا ولاد ان الثعلب برغم انه شرس ومكار بيخاف من صوت البوبي ويجري، مش لان البوبي اقوى منه يا مايكل، لانه الثعلب بيبقى عارف دايما ان لما بيبقى في كلب بيهوهو وجاي عليه يعني معناها في وراه ناس جايه تمسكه،
بيبقى دايما مرتبط ان ايه بيهوهو عليه عشان الناس تيجي فبيخاف ويجري. قالت بس انا هاخد البومي معايا، خدته وراحوا هما الاربعه جريوا على الغابه في الوقت اللي كان خلاص الثعلب هيعمل ايه؟ هياكل مين؟ توتي. راح الكلب بوبي مهوها وجامد، راح الثعلب ساب الكتكوت توتي وجري بعيد وانقذوه ورجعوا بيه للبيت وهم فرحانين. وطبعا الفرخة شكرت كل الحيوانات وبالذات البوبي اللي ساعدوها في انقاذ توتي. وطبعا عاتبت توتي وعاقبته انه ما سمعش كلامها، قعد يوم ما يخرجش يلعب، وقالت له ده عقاب ليك عشان ما تعملش كده تاني. هو قبل العقاب وقال لها يا ماما انا غلطت ومش هعمل كده تاني، وطبعا دايما الكبير بيفهم اكتر مني عشان انا صغير، وبعد كده هسمع كلامك ومش هعمل كده تاني. لحد كده خلصت الحدوته يا اولاد. بس نتعلم منها حاجه؟ ايه اللي ممكن نتعلمه؟ نسمع كلام ماما وبابا، نسمع كلام الاكبر مننا، مش في أي وقت نلعب، مش أي لعبة نلعبها. في نقطة تانية جوه الحدوتة مهمة يا مايكل، اللي هي روح التعاون والمساعدة. بقية الطيور والحيوانات أما عرفوا إنه توتي تايه وممكن يكون في خطر أو الثعلب هياكله، عملوا إيه؟ راحوا مع الفرخة كلهم ساعدوها. ودي روح حلوة جدا، روح التعاون. ونتعلم مننا برضو لما يبقى حد محتاج مننا مساعدة ما نتأخرش، طالما نقدر نعمل المساعدة دي. صح يا أولاد؟ صح. حلوة الحدوتة؟ حلوة.